دونك من بعد ما السوق المغربي عرف واحد الخصاص كبير من ناحيه لي ماسك ولا من ناحيه الكمامات الواقيه شركه زيالوس ارتأت وحبست لاكتيفيتي نورمال ديالها باش تصنع وتوجد للناس المهنيين الناس اللي مضطره تخدم في هذا الوقت هذا النوع ديال لي ماسك هادو اللي بخلاف الكمامات الواقيه هو غيحمي لك الوجه ديالك كامل نقدروا نعقموه من بعد نقدروا نعاودوا نستعملوه والاهم فيه هو انه غيحمي دوك الحركات لا اراديه ديالنا مثلا فاش كتكون جالس كتبغي تحك عينك دغيا ولا كتحك فمك دونك هذا غادي يوقيك من هذه الحركه لا اراديه ديالك غادي يوقيك منها هذا الماسك هذا مدير بدرجه اولى للناس اللي خدامين في الصحه الناس المضطره اللي كتلاقى بصفه دائمه مع الناس اللي مرض باش يحميهم هما الاولين بيسكو هما اللي كيحميونا هما السند ديال المغاربه كاملين وكذلك الناس اللي مضطره تخدم في هذا الوقت هذه دونك بالنسبه للثمن الغرض ديال شركه زيالوس ماشي هو الربح من هذا وراء هذا المنتوج هذا مي هو حمايه الناس اللي كيحميونا دونك هو غيكون بواحد الكميه جد مهمه وغيتوزع بالمجان على مجموعه من الاطباء ومجموعه من المهنيين المضطرين انهم يخدموا في هذا الوقت هذا ودار ليه التيست البارح فرقنا على بعض الاطباء وعطاو الموافقه ديالهم خصوصا انه خفيف وسهل الاستعمال ونقدروا نعاودوا نستعملوه مره اخرى بالنسبه للاطباء فاش جربوه البارح في مجموعه من المستشفيات ومجموعه من الكلينيك قالوا باللي راه خفيف ما كيخليش العرق بخلاف الكمامات العاديه كيحمينا من الحركات لا اراديه ديالنا هو نحكوا عينينا نحكوا نيفنا اللي في هذه اللحظه يقدر الفيروس يدوز لك ديك الساعات وهذا في حد ذاته انجاز مهم بالنسبه للناس العاديين الاولويه ديالهم هي يبقاو في الدار يبقاو في ديورهم دونك هذه ماسك ما مديورش لهم ومديور بدرجه اولى للناس العاملين في الناس اللي مضطره انها تخدم في هذا الوقت هذه بالنسبه للناس للعموم خاصهم يبقاو في الدار الا اللي ما ندعت ليه الضروره يقدر يستعملوا ديك الساعات وحنا غادي نوجدوه اليوم بالمجان صافي هوية بريس نحو اعلام هادف